بين لحظة وأخرى قد يتوقف هدير هذه الماكينة ويفرغ هذا المصنع من عماله. هو أكبر المصانع في لبنان لتصنيع الدفاتر، 50% من منتوجه كان يصدر إلى السعودية، ومع حظرها الصناعات اللبنانية سيراكم كغيره من المصانع خسائر بملايين الدولارات ويضطر إلى الإغلاق أو مغادرة البلاد. اليوم بالسياسة ما بعرف قديش بتضاين، أنه أنا اليوم ما بقدر أتحمل 50% من تصديري ما بقى موجود، وما في بديل، لأنه نحن بالصناعة دائما منفتش على كل البدائل. حتى لو كان عندنا الأسواق كلها، كل ما نفتح سوق جديد منطور بمكاناتنا. فيك تضاين سنة سنتين وبعدين بدك تلاقي بديل، هل يا ترى البديل ننتقل لمحل تاني؟ هل يا ترى البديل أقسم إنتاجي نصه هون نصه برا؟ بعدنا عم ندرسه، بس أكد لك أنه الوضع منه هين. 220 مليون دولار هي قيمة الصادرات اللبنانية الإجمالية إلى السعودية وحدها، والأسواق المحلية لن تشكل البديل مع تراجع القدرة الشرائية بشكل كبير. عديدة هي الصناعات التي تعيش واقعا ضبابيا بعد انسداد أبواب الخليج أمامها. صناعة الذهب لطالما كان السوق الخليجي رئيسيا بالنسبة لها، والأسواق البديلة لا تتأمن بين ليلة وضحاها. كان يفترض بقطع الذهب هذه أن تكتمل معالمها ثم تشق طريقها إلى الأسواق الخليجية. بريق هذه الصناعة مهدد بالخفوت، خاصة بعد توقف السياحة الخليجية خلال السنوات الماضية، والتي كانت ركيزة في عمليات البيع داخل لبنان. نحن صرنا عشرات العقود نتعامل مع دول الخليج. نحن ما بدنا نستغني عن دول الخليج مهما كلف الأمر. نحن واجب علينا هاي الأزمة اللي تفاقمت وصارت نلاقي لها حلول، لأنه نحن تعاملنا مع دول الخليج تعامل أخوي، محبة، ودة. طالما أنه لا أفق للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، لا أفق أيضا لتبعاتها الاقتصادية الإنسانية الاجتماعية، خاصة إذا استطالت الأزمة وتعمقت. ليال خروبي، اليوم، بيروت.